السلام عليكم. في ظل تسارع التغيرات الدولية وأثارها على مواقف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، فما الذي تخبئه لنا الأيام من انعكاسات هذه المتغيرات على المشهد السياسي الليبي؟ وما الأثر المتوقع فيما يتعلق بالحكومة التي كلف مجلس النواب رئيسا لها؟ وهل ستكون الساحة الليبية إحدى الساحات المشتعلة بين الولايات المتحدة الأمريكية والتمدد الروسي الحاصل عن طريق قوات المرتزقة أي فاغنر؟ أرحب بضيوفي للحديث حول هذه المحاور. سيكون معنا من تكساس الأستاذ إبراهيم هيبة، كما سيكون معنا أيضا من باريس الباحث في شؤون العالم العربي والإسلامي صلاح القادري. أهلا وسهلا بكما. وسينضم معنا في وقت لاحق الكاتب والباحث السياسي محمد بويسير. أبدأ أولا معك أستاذ إبراهيم هيبة، يعني أي انعكاس للحرب الروسية الأوكرانية على الوضع في ليبيا برأيك؟ أهلا بك أستاذ محمد، وأهلا بضيوفك الكرام وكل المشاهدين. هو في الحقيقة يعني هو هناك جوانب إيجابية وجوانب سلبية في الحقيقة للصراع الروسي الأوكراني اليوم على ليبيا وانعكاساتها على ليبيا. من جوانب اقتصادية، نعتقد أن ارتفاع أسعار البترول ربما يعود بالفائدة على ليبيا، وهذا شيء إيجابي. من جانب آخر، هذا الارتفاع قد يصاحبه أيضا ارتفاع في السلع. من جانب آخر، ليبيا أحد الدول اللي تعتمد على يعني على القمح، على استيراد القمح من أوكرانيا. هذا قد يشكل أيضا تحدي أمام الدولة الليبية البحث عن مصادر بديلة، وربما وهناك ارتفاع في أسعار القمح، هذا سيؤثر أيضا على الجانب الاقتصادي الليبي. الجوانب السياسية في تقديري في ظل هذا الصراع، قبل الذهاب لهذه النقطة سيد إبراهيم، فيه من يقول من الليبيين والمتابعين بأن مهما ارتفعت أسعار النفط الذي لطالما يضخ على مدى عقود ماضية، لم يستفد المواطن الليبي بشكل مباشر من هذه الثروة، لذا ما سيجنيه من هذه الحرب لربما هو فقط المعطى السلبي المتمثل في غلاء الأسعار والمواد الغذائية على وجه الخصوص. نعم، هو حتى الحصول على أسعار أفضل للبترول قد يقود إلى حرب في ليبيا، قد يقود إلى مزيد من دعم آلة الحرب في ليبيا، بالتالي قدرة الدولة وقدرة من هم في السلطة على استيراد السلاح وجلب المرتزقة للحرب، أيضا هذه جوانب سلبية. من جانب آخر، أنا في تقديري هناك جوانب سياسية مهمة هنا، وهي في تقديري أن الصراع الدائر اليوم بين روسيا وبين أوكرانيا قد ينعكس على حالة يعني الباور ترانزيشن أو تغيير السلطة. نحن نمر اليوم بمرحلة هناك محاولة لتغيير رئيس الوزراء برئيس وزراء جديد، وهناك تعنت من رئيس الوزراء القديم، وبالتالي أنا في تقديري في ظل هذه الحرب قد يكون لصالح التعنت، قد يكون لصالح تثبيت الأمور على ما هي عليه. نعم. وبالتالي طيب، عدم القدرة على الذهاب إلى حكومة جديدة، هذا أيضا جانب سلبي. من جانب آخر، في تقديري هناك جانب إيجابي، أنا أعتقد أنه جانب إيجابي في ظل ارتفاع أسعار البترول والغاز اليوم، وفي ظل القلق الأوروبي الكبير، أنا أعتقد أن ستكون من مصلحة الأوروبيين أن يكون هناك نوع من الاستقرار في ليبيا، حتى لا يتم يعني هناك حتى لا يحدث خلل في تصدير البترول والغاز. وضحت الفكرة جزء من تماما، وإن كان هناك من يعتبر لربما ليبيا ستكون ورقة ضغط، لربما ستستخدمها موسكو للحيلولة، نعم، دون العقوبات الاقتصادية التي لربما ستكون قاسية جدا فيما يتعلق بهذه الأزمة، ولذا لربما ستكون ليبيا قاعدة متقدمة للروس من أجل الضغط على دول شمال الحلف الأطلسي. سأعود إليك سيد إبراهيم، قبل ذلك أرحب بضيفي السيد محمد بويسير. أهلا وسهلا بك سيد محمد. يعني أي تداعيات للتدخل الروسي في أوكرانيا اليوم؟ ما الذي يمثله ذلك من تهديد على أمن ليبيا واستقرارها أيضا؟ أهلا بك سيد محمد وجمهورك وضيوفك الكرام. نحن أمام مشهد يتطور بدأ له أقل من 3 أيام، وهو مشهد يتدحرج. يعني اليوم نحن دخلنا مرحلة ثانية تخطت العقوبات. اليوم جميع الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة
تقول أنها ستمد أوكرانيا بالسلاح والذخيرة التي تسمح لها، وهكذا قال البنتاغون، تحدث أن يسمح لها بأن تدمر الطائرات والدبابات الروسية. الروس يتحدثون عن تدخل أمريكي عن طريق الطائرات Q4 Global Falcon اسمها، اللي هي مسيرة في معركة بحرية في البحر الأسود. إذن هذه الأمور لو قرأنا التاريخ هي أمور متدحرجة، ليست هناك مسرحية يفتح الستار ويقول أيها الإخوة نبدأ الحرب العالمية، ما فيش كلام، هذا أمر مسار، هو عبارة عن أحداث تأتي وراء بعضها في كل الحروب الكبرى. حتى فيتنام بدأت بهجوم على مدمرة أمريكية وردت عليه أمريكا. إذن نحن الاحتمالات كلها مفتوحة. المهم يعني وهذه في النهاية ستؤدي إلى تغيير النظام العالمي الذي أرسي سنة 1990 مع سقوط الاتحاد السوفيتي. إذا نجح بوتين في مغامرته وفرض سيطرته على أوكرانيا، وبالتالي فرض نفوذه على دول البلطيق والبحر الأسود وتركيا، معناها نحن أمام نظام عالمي ثنائي يبدأ من جديد بين روسيا وبين أمريكا. إذا فشل بوتين فإن النظام العالمي أحادي الرأس سيترسخ اللي هو الأمريكي. نحن في ليبيا لسنا جزء من النظام العالمي، ولا مصر ولا السعودية. النظام العالمي في تعريف هنري كيسنجر وهو صاحب التعبير الحقيقة، هي الدول التي بدأت توافقاتها من معاهدة ويستفاليا في اللي كانت في 1700 وحاجة. فبالتالي نحن على تخوم النظام العالمي، نحن خارج النظام العالمي. النظام العالمي هو بين تلك الدول الصناعية التي تشكل مركز العالم ولتمثل القاطرة بتاعها، نحن على تخومة، وبالتالي ستتغير الأمور عندنا. إذا لا قدر الله ووصل الأمر إلى نزاع مباشر، وأنا لا أستغرب هذا، لأن يعني لو حضرتك ترجع إلى بدايات الحربين العالميتين الأوروبيات في اللي فاتن، ما كانش في حديث عن حرب عالمية ثانية. أنا قرأت نيويورك تايمز كل الأسبوع اللي بعد هجوم قوات الألمانية على بولندا وكذا، كلها حديث على حرب بين بولندا وبين هتلر وتوسع هتلر، يعني كلام شوية يشابه اللي نسمع فيه الآن. ولكن إذا وصلت ليبيا في الحرب العالمية الأولى كانت طرف في الحرب، طرف صغير، ولكن تقاتل في طرف الدولة العثمانية والألمان ضد دول الحلفاء، ولذلك حارب الليبيون ضد الإنجليز في مصر، ضد الطليان في ليبيا، وضد الفرنسويين في تشاد. وعمر مختار كان يقاتل في تشاد وقتها مع القوات السنوسية. الحرب العالمية الثانية نحن لم يكن لدينا دولة أو كيان ليبي حتى ننضم للحرب، ولكن كنا نتبع إيطاليا كمستعمرة، وبالتالي نحن أصبحنا منطقة تحارب فيها إيطاليا أعدائها من الحلفاء. الألمان والطليان يحاولوا الاتجاه شرقا نحو قناة السويس، والإنجليز يتجهوا غربا في اتجاه تونس. وعندما حسمت الحرب في ليبيا، هذه قصة مهمة جدا، إن عندما حسمت الحرب في ليبيا استطاع الحلفاء خلال 45 يوم أن يقفزوا إلى جنوب أوروبا. إذن نحن استراتيجيا في عقلية المخططين الاستراتيجيين في العالم معروف أن الشاطئ الليبي والتونسي منطقة تأثير على جنوب أوروبا. الآن عندنا القواعد الناتو المهمة جدا، عندنا لمبادوزا فيها أكبر عقدة للتنصت للـ NSA، الوكالة الأمريكية الوطنية للتجسس، اللي هي تسمع في العالم كله من هذه المحطة. لمبادوزا قريبة جدا من ليبيا، أعتقد 150 كيلو. قيادة الناتو في الجنوب موجودة في نابولي، قاعدة جوية موجودة في كريتا. إذن ليبيا مؤثرة جدا في الناتو. أيضا إذا صار والروس لم يستطيعوا أنهم يأخذوا حق النفط والغاز اللي صدروا فيه، حيوقفوا التصدير. بالنسبة لأوروبا إذا احتاجت أن تسير جيوشها، النفط والغاز الليبي والنفط والغاز التونسي والنفط والغاز الجزائري أقرب بديل اللي هم يستطيعوا يستفيدوا به. هنا لا يحدثني أحد عن القانون الدولي والحقوق، لأن في زمن الحرب يتم مصادرة هذه الأمور من أجل المجهود الحربي. هو السيناريو مخيف جدا جدا، على اعتبار نحتاج إلى خلية عمل يا أستاذ محمد. نحتاج إلى خلية عمل من الخبراء الليبيين حتى نستطيع أن نحدد إذا ارتفعت الوتيرة إلى شكل هذا شنو نديره، إذا اتجهت في هذا الاتجاه شنو نديره. ونحن لدينا الخبراء في ليبيا اللي مش موجودة، هو أولا معرفة أننا جزء من هذا العالم. نحن نحسابه أن ليبيا هذه بروحها،
وثانيا ما فيش الإرادة أن نحن فعلا نستطيع نشوف المخاطر اللي تجي أمامنا. نعم، يعني في ظل هذا التدافع وهذه التوطئة التي قدمت من الضيوف سيد صلاح القادري، يعني هل في حال ما تطور التدافع الغربي الروسي ستكون ليبيا في محور الاهتمام العالمي، وبالتالي لربما ستدخل في أتون هذه الحرب، خاصة وأننا نشهد اضطرابات محلية وحالة من عدم الاستقرار تدخل في عامها العاشر تقريبا؟ مساء الخير سيدي الكريم، تحية لك وللمشاهدين الكرام وللضيفين الكريمين. بداية، لا يمكن القياس أو التحدث عن انعكاسات الأزمة الأوكرانية والصراع الروسي الأوروبي الأمريكي على ليبيا إلا إذا استحضرنا السيناريوهات الممكنة والتي ستكون مخرجات هذه الأزمة. هناك سيناريوهين على النقيض. أولا، هو سيناريو النجاح الروسي في السيطرة على أوكرانيا كاملة ووضع حكومة تابعة للروس. في هذه الحالة الآن الأمريكيين والأمريكيون الذين هم لحد الآن الأزمة الليبية والساحة الليبية هي ليست على ذات أولوية في السياسة الخارجية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. إذا نجح الروس في السيطرة بشكل كامل على أوكرانيا ووضع حكومة خادمة للمصالح الروسية، في هذه الحالة ستصبح ليبيا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية على رأس أولويات السياسة الخارجية. لماذا؟ لأنه كما كان يقول الضيف الكريم قبل قليل، ليبيا تعتبر في الناحية الجنوبية والسواحل الليبية، وليبيا كدولة هي من أهم المناطق الجيوستراتيجية والجيوسياسية يعني في قريبة المدى، التي تؤثر في هذا الصراع بين روسيا من جهة وبين أوروبا وأمريكا من جهة أخرى. لذلك إذا نجحت روسيا في السيطرة على أوكرانيا، أمريكا ستجعل من الأزمة الليبية والساحة الليبية هي أحد أكبر أهمياتها، وستحاول أن تتدخل بشكل مباشر لأنها تملك الوسائل الأقوى لتتدخل بشكل مباشر في ليبيا حتى لا تمنع التمدد الروسي في ليبيا. وسيكون هذا بالتنسيق مع من؟ لن يكون بالتنسيق مع أوروبا، بل سيكون بالتنسيق مع تركيا بالأساس. هذا السيناريو الأول، هذا سيناريو النجاح. سيناريو الفشل، إذا فشلت حقيقة روسيا في السيطرة على أوكرانيا، أظن أن الوضع سيبقى على ما هو الآن عليه، لأن أمريكا لن إذا نجحت في السيطرة وتثبيت الحكومة الحالية الموجودة في كييف، ونهاية أفضل سيناريو هو الفشل النهائي ودحر الروس نهائيا من أوكرانيا، سيصبح الوضع على ما كان. في حالة هناك سيناريو ثالث محتمل، وهو سيناريو التوازن، يعني لا فشل ولا نجاح، وهنا ستكون تركيا بالأساس هي أهم فاعل فيه. لماذا؟ لأن هناك الآن في المرحلة الحالية، حينما نقول لا نجاح ولا فشل، معناها وجود مفاوضات وتوقف الحرب، وكذلك بقاء المقاطعتين أو الجمهوريتين الصغيرتين تحت التابعين لروسيا، وتبقى 90% الباقية من أوكرانيا تحت الحكومة حكم الحكومة الحالية. في هذه الحالة سيكون أكبر طرف يعمل قوي جدا وهو الطرف التركي، لأن الآن قنوات الحوار منقطعة بين روسيا وبين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. الطرف الوحيد الذي هو قادر، كما قال اليوم رئيس رجب طيب أردوغان، على أنهم يقومون بكل الجهود من أجل وقف إطلاق النار، هم الأتراك. الأتراك لديهم استثمارات كبيرة في أوكرانيا تصل إلى 5 مليارات، لديهم تبادل تجاري كبير جدا، هو أكبر دولة داعمة لأوكرانيا في دخولها إلى النيتو، وفي نفس الوقت هو الطرف الوحيد الذي كذلك لديه قنوات حوار مفتوحة مع بوتين ومع الكريملين. لذلك تقريبا في كل السيناريوهات قوة فاعلة، نعم، في تضع تركيا تكون أكبر قوة فاعلة كقوة فاعلة ومؤثرة، لا سيما على الأرض الليبية في قادم الأيام. بهذه النقطة سيد إبراهيم هيبة، طالما أن ليبيا هي أرض يعني من الناحية الجغرافية هشة يعني بالنسبة لأوروبا، هي في خاصرة الاتحاد الأوروبي وتمثل تهديد حقيقي بالنظر لوجود فاغنر اليوم على الأراضي الليبية، بل تعدى الوجود الروسي لأن تكون ليبيا نقطة انطلاق لتنفيذ عمليات في أفريقيا الوسطى، في تشاد وغيرها من الدول الإفريقية الأخرى. اليوم والسيناريو يتجه للتصعيد في أوكرانيا، والوجود الروسي يتمدد في أوكرانيا أيضا. أي مستقبل للدولة الليبية، وما الذي بيد
الفواعل المحلية الليبية القيام به لتجنيب ليبيا خطر الحرب وأن تكون ساحة لتصفية حسابات غربية؟ هو أستاذ محمد، أنا أختلف مع أستاذ محمد في أن نحن على أعتاب حرب عالمية ثالثة. أنا لا أعتقد أن العالم مستعد للذهاب إلى حرب عالمية ثالثة، ولا أعتقد أن هناك هدف للروس أو للولايات المتحدة الأمريكية أو حتى لحلف الناتو للذهاب إلى حرب عالمية ثالثة. أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تشتغل منذ فترة طويلة على جر روسيا لأن تجتاح أوكرانيا، لكي في حقيقة هو أحد الأهداف الاستراتيجية لتدمير الاقتصاد الروسي. يعني زي ما حدث مثلا في عهد الاتحاد السوفيتي السابق، عندما اجتاحت الاتحاد السوفيتي السابق أفغانستان وخرج منها مهزوم، وأدى ذلك إلى انهيار الاتحاد السوفيتي. أنا أعتقد أن دخول روسيا إلى أوكرانيا اليوم ربما تستطيع في أفضل ما تستطيع أن تفعله، وأعتقد أن هذا هو هدف الروس، هو تقسيم أوكرانيا وقطاع أجزاء كبيرة من أوكرانيا لخلق حزام أو دول جديدة على حزام الحدود الروسية. أنا أعتقد أن هذا أفضل ما يمكن أن تتحصل عليه روسيا، ولكن هدف الأمريكان هو يعني خلق يعني استنزاف اقتصادي، خلينا نسميه استنزاف اقتصادي للدولة الروسية، قد يقود هذا إلى تغيير من الداخل، تغيير من داخل روسيا، يحدث إلى تغيير من داخل، عندما تحدث انهيار اقتصادي داخل روسيا ربما يقود هذا إلى ثورة. حتى وإن ذهبنا لهذا السيناريو سيد إبراهيم، يعني طالما لديك مختنق اقتصادي أو سياسي فالحل يكون في التصعيد العسكري والعكس صحيح، هذا ما درجت عليه العادة وهكذا يقول التاريخ. إذا ما أقرت هذه العقوبات وكانت قاسية على موسكو، هل ليبيا ستكون ساحة لتصفية حسابات أو لتعديل كفة الموازين بالنسبة لروسيا؟ بالنسبة لليبيا هي ساحة صغيرة، هي لم تكن ليبيا في يوم من الأيام يعني مؤثر في على المستوى الدولي بشكل كبير. ربما في عهد القذافي كان لنا تأثير إلى حد كبير في منطقة الساحل والصحراء، في ربما في أمريكا اللاتينية، في آسيا، في أفريقيا، في حتى في أوروبا، بدعم بعض الجماعات أو بعض الجبهات التحرر أو سميها ما تشاء، ولكن لم يكن لليبيا في يوم من الأيام، لم تكن ليبيا في يوم من الأيام عنصر كبير ومؤثر في الساحة الدولية. أنا أعتقد أن الروس اليوم يشتغلوا بشكل مختلف. أنا أعتقد نعم هناك تواجد روسي اليوم في ليبيا، الفاغنر قد تستعمل هذه القوات من أجل زعزعة الأمن والاستقرار. ليبيا بالأخير يعني هي رافد صغير لتصدير البترول والغاز، ليس رافد كبير في العالم، ولكن مهم، يبقى مهم لأوروبا. أي مصادر الغاز والبترول لأوروبا يبقى مهم، لكن أنا أعتقد أن الأوروبيين حتى الأمريكان لا يسعون أو ليست لديهم الرغبة وليست لديهم القوة على الاستغناء بشكل كامل عن واردات البترول والغاز من الاتحاد الروسي. وأنا أعتقد أن هذه نقطة قوية تمتلكها روسيا اليوم، وتعرف أنها تمتلكها، ويستطيع الروس خلق مناطق توتر أخرى في مناطق تصدر الغاز قد تقود إلى أن يستجيب الأوروبيين والأمريكان إلى أنهم ما يوقفوش تصدير الغاز الروسي والنفط الروسي إلى أوروبا، لأن الفائدة فائدة مشتركة. أيضا من جانب آخر، لا أعتقد أن أوكرانيا مهمة بشكل كبير للأوروبيين لدرجة أنهم يضحوا الأوروبيين والأمريكان بمصالحهم من أجل أوكرانيا. لا، أنا أعتقد أن الهدف الأساسي من هذه الحرب اللي جر الروس لها جرا، أنا أعتقد هو إدخال روسيا، الاتحاد الروسي في مستنقع أوكرانيا، قد يقود هذا إلى تغيير النظام السياسي من داخل روسيا، قد يسقط بوتين في تقديري في نهاية المطاف، لأنه لن يستطيع أن يحقق الهدف الأساسي لخلق نظام سياسي موالي ثابت، لأن هناك تغير في المزاج الأوكراني حدث منذ 2014 إلى اليوم، اشتغل عليه الأوروبيين والأمريكان من فترة طويلة. طيب. في الماضي كانت هناك علاقات اجتماعية قوية ما بين روسيا وما بين الأوكرانيين، اليوم طيب. هذا المزاج بدأ يتغير، وبالتالي من أجل أن تبقى أنت في دولة مثل أوكرانيا اليوم تحتاج إلى تغيير هذا المزاج، ونعتقد لا أعتقد أن الروس قادرين على تغيير هذا المزاج، ونعتقد أن الأوكرانيين حسموا أمرهم. إذن سيد هيبة، أنت تغلب بأن تكون هذه الحرب ما هي إلا حرب استنزاف أو إنهاك للسلطات في روسيا، ولكن سيكون لها تأثير على المشهد السياسي في ليبيا، لا شك في ذلك، سيكون طيب. لها تأثير بشكل أو بآخر. سيد محمد بويسير، طالما أن الحلف الغربي ممثل في الاتحاد الأوروبي أو دول الحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة لا يستطيعون بأي حال من الأحوال الاستغناء عن الواردات النفطية الروسية، وليبيا ما هي إلا مجرد رافد صغير لا يشكل أي ثقل على الساحة الجغرافية العالمية، هل ترى أن هناك من يهول من انعكاس مثل هذه الصراعات على الوضع في ليبيا،
وهل ترى أن ليبيا لن تتأثر بأي حال من الأحوال إلا فيما يتعلق بزيادة أسعار البترول أو بزيادة أسعار القمح وبالتالي غلاء الأسعار الذي سيكون مردوده عكسي على المواطن؟ أستاذ محمد اسمح لي أولا أن أعلق على الأستاذ إبراهيم، أنا لم أدعو لحرب عالمية ثالثة، ولكن هناك نقطتان في تحليل عكسيين، عكس يعني تحليل عكسي، يعني إذا قلنا أن الشرطة هي سبب وجود الجريمة في المجتمع يبقى فعلا أن الولايات المتحدة هي التي دفعت ببوتين لدخول أوكرانيا. بوتين دخل 2014 القرم، بوتين أقام الجمهوريتين الانفصاليتين، بوتين في خطابه الذي لو استمعنا إليه رجل يتحدث من منطق قومي روسي ويدعو إلى توسع روسيا إلى وسط أوروبا. إذا نحن هنا أن الولايات المتحدة وزير خارجيتها قضى في أوروبا أكثر مما قضى في واشنطن لمحاولة فتح باب الحوار ومنع روسيا من القيام بالعملية العسكرية بتاعها، هذا رقم واحد. رقم اثنين عن أن أوكرانيا ليس لها أهمية، لا يا سيدي، أوكرانيا ثاني أكبر دولة مساحة في أوروبا، أوكرانيا مخزن كبير للغذاء والمواد الخام، ثم الأهم من هذا السيطرة على أوكرانيا تعني التأثير على بلغاريا وعلى المجر وعلى سلوفاكيا وعلى يعني 6-7 دول موجودة على حدودها. عندما يدخل الروس إلى أوكرانيا ويقيموا نظام لهم معناها سيشترطوا على الدول الأخرى وهي عضوة في الناتو أن تتخلص من صواريخها، ممكن تخرج من الناتو، أن تكون حيادية. الدخول إلى أوكرانيا يوصل دبابات بوتين إلى مسافة المشي على الجنازير إلى برلين، فبالتالي نحن يجب أن نقدر كل موقع، مش لأنه والله هو مشهور أو مش مشهور. ثم قصة أن تأثير ليبيا هو تأثير الجغرافيا. نابليون بونابرت يقول أن الجغرافيا هي تصنع تأثير الأوطان أو تأثير الأمم. ليبيا جغرافيتها هي وتونس مرتبطة بأوروبا، وبالتالي وهي أيضا عندما أراد هتلر أن هو يغلق قناة السويس أمام الإمداد للإنجليز أبعث رومل. وين بعثه؟ بعثه في طرابلس، بيش الأفريكا كوربس تأخذ الشاطئ هذا كله بتاع ليبيا وبتاع مصر تمشي قناة السويس. إذن نحن حقيقة لا أمريكا هي التي دفعت بوتين إلى احتلال، إلا يعني إلا إذا قلنا أن الشرطة هي سبب وجود الجريمة، لا، الرجل دخل الحرب وحشد 190 ألف جندي ودباباته وهو الآن يقاتل لليوم الثالث ويخرج ويقول أن هذه دولة يقودها نازيين وتجار مخدرات. هذا لا يمكن أن بوتين يكون يؤدي في دور لوزارة الخارجية أو الاستخبارات الأمريكية. هذه محاولة منا لتوسيع قاعدته في الشارع عن طريق أن يظهر بطل قومي روسي يريد أن يعيد أمجاد القيصرية الروسية. أوكرانيا هي حجر الزاوية في أن يدخل الروس نفوذهم من جديد بعد أن سحبوا سنة 90-91 إلى وسط أوروبا، وتقترب دباباتهم من كل المراكز الحيوية في باريس وبرلين وأمستردام، أو أن هم ينكمشوا كيف ما كانوا من قبل، أو أن يتغير طبيعة النظام. أن ستستعمل الأسلحة الاقتصادية، نعم، ولكن اليوم نحن لدينا منطق جديد ليس العقوبات. عندما يخرج متحدث باسم البنتاغون يقول نحن نمد سلاح للأوكرانيين ليسقطوا الطائرات الروسية وليضربوا الدبابات الروسية، هنا في مؤشر أن قد يحدث لو الروس شعروا بأن هم يخسروا المعركة على الأرض لا أستغرب أنهم يقوموا بتوسيحها. ليس لأنهم يريدون حرب عالمية، ولكن راه الحرب ليست اختيار أحد. أنا أقول لك هتلر عندما هاجم بولندا دار خطاب سلام لفرنسا وبريطانيا، موجود تشوفه في اليوتيوب، يقولوا نحن ما بيش حرب معكم خلاص. ولكن أحيانا التصرفات على الأرض هي التي تحدد المسارات في المستقبل، وليس الرغبات ولا الإرادة. سيد صلاح القادري، يعني الجغرافيا هي صنع الله في الأرض، والتاريخ هو حركة الإنسان في هذه الجغرافيا، والجغرافيا في معظم الأحيان ثابتة. ليبيا لم تكن بعيدة عن لظى الحروب العالمية السابقة، وليس بالضرورة أن تندلع حرب عالمية أخرى حتى تكون ليبيا مثلا أو تتضرر على اعتبار هذا الوجود الغربي فيها. اليوم طالما أن هناك اهتمام غربي كبير بليبيا ووجود روسي لا أحد يستطيع يعني نكرانه على الأرض الليبية، وبالتالي أي مستقبل لليبيا من ناحية إمكانية الاستقرار
وتحقيق الأمن وعودة الحركة الطبيعية للسياسة فيها، وبالتالي ألا تتأثر بمثل هذه الأزمات؟ هو دائما نعود إلى قضية، لأنه دائما في التحليل السياسي في العلاقات الدولية خصوصا في حالات الصراع والتوترات مثل هذه، هو السيناريوهات. إذا نجحت روسيا في السيطرة كاملة على أوكرانيا، الأوروبيون والأمريكون لا يملكون إلا خيارا واحدا، وهم أن يجعلوا من المشهد الليبي، الساحة الليبية، ساحة آمنة سياسيا وآمنة عسكريا، وأن لا يكون النظام السياسي هنالك أو المنظومة العسكرية والأمنية في مصلحة روسيا. هذا واضح جدا. الأمر الثاني، إذا حصل السيناريو على أنه وجدت روسيا على أنها ستفشل في هذه الأزمة، هي ستحاول كما قال الأستاذ محمد قبلي على أنه ستحاول أن توسع الحرب، وبالتالي يمكن أن تكون هناك إشعال للأزمة في ليبيا من جديد من خلال قوات الفاغنر، وهو الغرض منه هو توسيع الحرب بين أوكرانيا وبين ليبيا وبين مناطق أخرى. يجب أن لا ننسى أن هناك الحدود كذلك البيلاروسية البولندية، وهناك كذلك البوسنة. الآن بوتين يدعم الانفصاليين الصربيين الآن في البوسنة والهرسك من أجل القيام بإشعال حرب هنالك. هذا السيناريو الآخر. لكن هناك السيناريو الذي أراه أنا أقرب، أنه إذا نجح الأمريكيون الآن وما يفعله الألمان اليوم وكذا في إدخال أسلحة نوعية، وإذا ثبت دخول السلاح الجوي الأمريكي في هذه في المعارك في البحر الأسود، أظن أن الحرب تمشي نحو سيناريو التوافق كما هو كان قبل الحرب بين أمريكا من جهة وروسيا من جهة أخرى. فإذا حدث توافق في المشهد السياسي الأوكراني بين أمريكا من جهة وأوروبا وبين روسيا، أظن أن هذا التوافق سيلقي بظلاله كذلك على الساحة الليبية، وستمشي ليبيا نحو التوافق السياسي. أعيد، ثلاث سيناريوهات. إذا نجحت روسيا، الأوروبيون والأمريكيون سيتدخلون بقوة في ليبيا. إذا فشلت روسيا، ستحاول توسيع دائرة الحرب، وبالتالي إذكاء الساحة العسكرية ليبيا عسكريا. الأمر الآخر، إذا حدث توافق مع انفصال الجمهوريتين التي تمثلان 10% من الساحة الأوكرانية، وبقاء بقية أوكرانيا تحت الحكومة التي مدعومة من طرف الغرب والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، سيكون هناك توافق في ليبيا. إذن السيناريوهات متعلقة ببعضها: خسارة، توسيعة حرب، نجاح، تمدد أمريكي أوروبي، وإذا حصل توافق في الساحة الأوكرانية سيحدث توافق كذلك في الساحة الليبية. نعم سيد إبراهيم هيبة، المتابع للأحداث في ليبيا تقريبا يؤكد بأن هناك نوع من المفاهيم التي توصل إليها الليبيون، مفادها بأن الأطراف المحلية الفاعلة قد سلمت مقاليدها بشكل شبه كلي للأطراف الدولية المتداخلة في الأزمة الليبية. وبالتالي اليوم هل لدى هذه الأطراف الدولية يعني القدرة لا سمح الله على عودة الحرب مرة أخرى وتحريك القوات العسكرية على الأرض الليبية بالنظر لحالة الخصومة القائمة وحالة الصراع على السلطة؟ هل يعني هذا السيناريو تراها قائم وقابل لأن ينعكس على الأرض في قادم الأيام؟ هو سيد محمد، قبل ما نجيبك على سؤالك المهم، يعني خليني نقول لك حاجة. يعني هو المصالح الأوروبية الأمريكية الروسية أكبر بكثير من المصالح الأمريكية الأوروبية الأوكرانية. وبالتالي من ناحية العقلانية، من rational perspective، يعني ما لا أعتقد أن هذه الدول تفكر بشكل عاطفي، هذه الدول تفكر بشكل عقلاني. مصلحة هذه الدول في أن لا تنجر نحو حرب نووية أو حرب مواجهة مع روسيا. هذا من جانب. حتى دعم الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو وبريطانيا لأوكرانيا بالأسلحة المعلن، هذا لا يعني هذه بروكسي وور، هذه حدثت في كثير من أماكن في العالم، لا يعني بأي شكل من أشكال مواجهة مباشرة مع روسيا، بل هذا القصد منها هو عملية استنزاف. حدثت هذه في أفغانستان مثلا في عهد الاتحاد السوفيتي السابق مثلا، لما دخل إلى أفغانستان يعني السعودية والولايات المتحدة الأمريكية دعموا المجاهدين العرب وخلقوا القاعدة ودخلوا في حرب مع الاتحاد السوفيتي السابق، وانهزم الاتحاد السوفيتي السابق، وأدت هذه الهزيمة إلى انهيار الاتحاد السوفيتي السابق في التسعينات.
فهناك السيناريو، هناك يعني خلينا نقول تمني من الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو وبريطانيا بأن يتكرر ذات السيناريو اليوم في 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 روسيا نتيجة تدخلها في روسيا، تدخلها في أوكرانيا. الجانب الآخر نجي لسؤالك، يعني هل الجماعات الليبية السياسية مسيطرة على المشهد السياسي هي فاقدة الالتزام المبادر؟ نعم، لا أحد، لا أعتقد أن ذلك يعني شيء يحتاج إلى جدل. يعني هي فاقدة الالتزام المبادرة، يعني الحرب اللي في ليبيا هي بروكسي وور من 2011 لعند اليوم، نحن في بروكسي وور، في حرب الوكالة. هناك بل أكثر من بروكسي وور، هي حتى في أجانب يقاتلوا في ليبيا، في مرتزقة يقاتلوا في ليبيا. وبالتالي الإرادة السياسية هي رهينة بالقوة الدولية والإقليمية اللي متدخلة في شأن الداخل الليبي. هل من الممكن إشعال حرب جديدة في ليبيا؟ بسهولة جدا، نقول لك أنا بسهولة ممكن إشعال حرب في ليبيا، لأنه حتى الآن الليبيين لم يستقلوا بقرارهم السياسي، على أقل تقدير الأطراف السياسية المهيمنة على شأن الداخل الليبي اللي ترفض بشكل قاطع وقطعي حتى الآن، أو لا يوجد حتى رغبة في إرجاع الشرعية للشعب الليبي كي يختار من يمثله، وبالتالي تستقل الدولة الليبية ويستقل المجتمع الليبي ويتم استرداد سيادة الشعب والدولة الليبية. وبالتالي خطر إشعال حرب أخرى في ليبيا نعم وارد بشكل كبير، وخطر أن روسيا قادرة على إشعال حرب، روسيا قادرة على إشعال حرب بالنظر إلى فقدان الأطراف المحلية السياسية الفاعلة. نعم، لزمام المبادرة على الأرض الليبية سيد هيبة. حتى دول الطوق الأفريقي. نعم، طيب سيد محمد، قادرة على زعزعة الأمن والاستقرار. نعم، سيد محمد بوسير، يعني الروس ومجموعات فاغنر على وجه الخصوص لطالما يعملون وينشطون في الدول التي تشهد نزاعات، انقسامات، أو تعاني مؤسساتها من حالة تفكك، أو يكافح فيها أي جنرال عسكري مستبد من أجل البقاء في السلطة مدى الحياة. كل هذه المعطيات متوفرة في ليبيا، وبالتالي ألا ترى أن البيئة خصبة اليوم في الداخل الليبي لاستمرار الوجود الروسي وتطوره أيضا في قادم الأيام؟ أستاذ محمد، ما يحدث اليوم نراه التوسع الروسي أو محاولة التمدد والنفوذ الروسي هو أيضا نفس الظاهرة التي نراها في أفريقيا. يعني بوتين عقد اجتماع قمة الأفريقية الروسية وكان حضرها السراج، والرجل خطب غادي، وشوف الخطاب بتاعه، قال لقد ساعدتكم روسيا على الحصول على الاستقلال من الاستعمار الغربي، وعندما ضعفنا عاد الاستعمار الغربي، نحن سنساعدكم من جديد في هذه المرحلة. موجود خطابه. فبالتالي الروس دخلوا إلى ليبيا، ومنها زي ما حضرتك تفضلت ذهبوا إلى الجنوب، الآن هم من يدعم حكومة الانقلاب في مالي، هم موجودين في شو اسمها أفريقيا الوسطى بانغي، هم عندهم 14 معاهدة وقعوها في دول ما تحت الصحراء اللي هي الساحل والصحراء اللي حاسمون، وقعوا 14 معاهدة من ضمنها معاهدة حتى مع دولة كبرى زي أثيوبيا. إذا الروس يتوسعون هنا وهنا، يعني ليبيا ما يشي مكان ماشين دايرين فيه زردة، لا، هي في إطار الاستراتيجية. الأستاذ محمد سيالة قال لي أن لافروف قال لي مرة، ويمكن يكون يسمع فيها صديق عزيز، قال لي لافروف قال لي مرة حصولنا على قاعدة في جنوب ليبيا حلم استراتيجي روسي، فهمت؟ فبالتالي نحن يجب أن نفكر في إطار التمدد الروسي الذي يتطابق مع الخطاب السياسي للقيصر الجديد بوتين. يعني فلاديمير بوتين هو قيصر يحمل نفس الخطاب، والراجل يتحدث على أن أمجاد روسيا، وهي بيخلق بها قاعدة في الداخل. إذن في ليبيا، إذا يعني في كل الأحوال، في كل الأحوال ليبيا تتأثر، لأن وبعدين تتأثر ليبيا هي الجغرافيا التي تجعلها تتأثر، مش ليبيا ليست من دول الضغط العالي بمعنى أنه والله شعبها حيأثر في حاجة، ولا التدخل فيها يأتي يعني لمن يتدخل بمشاكل كبيرة. هي ليست مصر ولا الجزائر اللي فيها كميات من البشر وممكن يقاتلوا ويقاوموا، لا، ما فيش كلام هذا، وممكن استمالتهم لأن مستوى الوعي السياسي والنضج السياسي في ليبيا الحقيقة القذافي ضربة مرة واحدة، فالناس مستعدة. يعني نحن موجود أمامنا الظاهرة، يعني مثقفين والإعلاميين والسياسيين كل منهم عنده دكان برا يعني يجيب منا في حاجته. فبالتالي والقوة السياسية المحلية التي تستند إلى الجمهور إلى الناس، لا يستطيع حزب ليبي مكون محليا أن يدير مظاهرة فيها 100 شخص، ما يقدرش، طلع ما عندهش. لكن الإمكانيات كلها تأتي من الخارج، وكلها تعمل من أجل في النهاية
عندما تستقر الأمور في ليبيا يكون هم المسيطرين. هل تحدث حرب أو لا تحدث؟ ستحدث حرب إذا احتاجوا للحرب، ولكن بدون حرب نحن موجودين في حرب غير مسلحة. الآن نحن بلد فيه حكومة اندارت على حسب اتفاقية دولية، الحكومة هذه حقيقة لم تلتزم 100% بالاتفاقية الدولية، ظهر جهد آخر تدعم دولة إقليمية اللي هي جمهورية مصر العربية وتدعم دولة أوروبية اللي هي فرنسا، وجمعت وجابوا شخص من الغرب مع القيادات اللي موجودة في الشرق اللي فرض نفسها عديلة وكذا، وداروا بها فكرة جديدة بدل الانتخابات، يا سيدي نحن نديروا حكومة ونحكموا بها. فبالتالي هناك حرب سياسية موجودة، يعني تصور أنت بعد أسبوع أو 10 أيام، يعني كيف حيصير؟ يا إما حكومتين ويقعد السيد باش أغا زي الثني، وأنا أرى الثني صديقي ورجل طيب وابن عائلة محترمة جدا، لكن أنه يقعد مكانه ويدير حكومة وخلاص، تقعد الحكومة غادي وفي حكومة في طرابلس، أو أن نحن نرى صدام مسلح. أنا لا أتمنى أن يكون في صدام مسلح، يديروا حكومتين 3 4 5 طالما سلميا، يعني أفضل من أن نحن نسيل دم الليبيين. ولكن حيستغلوا هم انشغال العالم الآن بأوروبا بأن هم يحاولوا، نحن شفنا الآن صمت كامل موجود من بداية المشكلة الأوكرانية في التصريحات عن ليبيا، ما عادش في حد لاهي بيها، يعني زي اللي خشت له شوكة في العين وشوكة في كراعة، الشوكة بتاع العين هي الأهم. فبالتالي يعني احنا حيفرغ المكان للنخبة الليبية اللي هي حقيقة الموجودة الآن هي سبب خراب ليبيا، ولا أستطيع أن أرمي المسؤولية باش نرقد متريح على الأجنبي. النخبة الليبية الموجودة التي تقود السياسة الليبية هي سبب هذه المشاكل وهذا المستنقع اللي تدور فيه ليبيا. وهذا ليس لأنني أزكي شخص آخر، وليس لأنني أقول إذا ردت الانتخابات الإرادة للشعب سيخرج علينا كتيبة صلاح الدين الأيوبي، لا 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 لا، هذا مستوى الوعي. علينا أن نعمل كثيرا بالتعليم وبالثقافة وبالحرية وبالسوق المفتوح حتى نستطيع أن نخرج إلى مستوى وعي أفضل يحقق شيء لهذا البلد. نعم سيد صلاح القادري، يعني ليبيا هي سجينة الجغرافيا، جغرافيتها، وعلى مدى عقود لم تستطع السلطة فيها أو القوى المتحكمة من يعني استخدام هذه الجغرافيا للصالح الليبي، لا على مستوى الثروات الموجودة فيها ولا على مستوى قربها من دول الاتحاد الأوروبي. وبالتالي كما قال سيد بوسير الآن، في ظل الانشغال الدولي عن الأزمة الليبية، أيهما أخطر، الفواعل المحلية داخليا في ظل هذا الصراع وحالة الاستقطاب الحادة والصراع على السلطة، أم حتى الدول الإقليمية التي ما فتئت وأن قدمت الدعم لإشعال الحروب وفتيل الصراعات؟ حديثنا ليس عن مصر فقط ولا على الإمارات فقط، بل حتى على الدول الإفريقية التي حدودها يعني متاخمة لليبيا. الإشكالية الآن أنه في ليبيا الآن هناك توجه واضح نحو أمرين أساسيين. الأمر الأول وهو وارد في أقرب وقت، الآن هناك كحديث على أن التشكيلة الحكومية التي سيقودها بشاغة قد قدمت إلى مجلس النواب وأنها ستعرض عليه يوم الاثنين القابل، يعني بعد يومين، بمعنى أنه احتمال خلال يومين أو ثلاثة أن تكون هناك حكومتان، حكومة في الشرق الليبي وهناك حكومة في الغرب الليبي. إذن هناك سيناريو الانقسام في المرحلة القادمة. السيناريو أن هناك حكومة يقودها بشاغة بالتحالف مع حفتر وعقيلة صالح ومجلس النواب. في الجهة الأخرى هناك المجلس الأعلى للدولة، هناك حكومة الدبيبة، هناك كذلك الجماعة في الغرب. الاحتمال وجود هذين التكتلين السياسيين، هل سيبقى الصراع بينهما مجرد صراع سياسي أم أنه سينتقل إلى صراع عسكري؟ وهنا تأثير الأزمة التي الحاصلة الآن والصراع الكبير الموجود الآن بين على الأرض الأوكرانية ولكنه بين روسيا من جهة وبين أمريكا وأوروبا من جهة أخرى، هل سيمتد هذا الصراع السياسي إلى صراع عسكري أم أنه سيبقى سيكتفى فقط بالصراع السياسي؟ أظن أن هناك طرف مهم جدا في المرحلة القادمة، وأنا أقول هو الطرف التركي. نعرف على أن الأتراك كانوا حلفاء
لحكومة الوفاق سابقا، وعلى أنهم هم كانوا القوة الضاربة التي تحالفت مع قوات بركان الغضب واستطاعت أن تفك الحصار على حصار، استطاع قوات بركان الغضب أن تفك الحصار على العاصمة الليبية، وكان هذا بدعم المسيرات التركية وكذلك بدعم البحرية التركية والتقنيين كذلك والعسكريين المعطرين الأتراك. تركيا لن تقبل بعودة، هذا هو المهم جدا، أنه لو يعطى الأمر لعقيلة صالح وخليفة حفتر الأمر أنهم هم مستعدون الآن للقيام بعمل عسكري الآن، لكن هم يعلمون جيدا أن العودة إلى حصار طرابلس الآن هو أصبح ميناء المحرمات دوليا وبالأساس لدى من؟ لدى الأتراك. لذلك أنا أظن المرحلة القادمة في المشهد السياسي الليبي ستشهد وجود حكومتين، وجود جسمين سياسيين، ونعود إلى ما قبل جلسات ملتقى الحوار السياسي وكل ذلك الزخم السياسي الذي حصل، والذي كنا نأمل في أنه سيؤدي إلى مؤسسة واحدة والتي هي مجلس رئاسي واحد وحكومة جديدة ومؤسسة تشريعية جديدة. نعم. أظن أن المرحلة القادمة هي مقبلة على جسمين سياسيين، لكنه لا أظن أن المرحلة القادمة ستكون هناك صراع سياسي، لأن الأطراف الدولية وعلى رأسها تركيا لن تقبل بأن تعود قوات حفتر إلى ما بعد محور سرت. نعم. سيد إبراهيم هيبة، هناك من الداعمين لهذه الحكومة، حكومة السيد بشاغة المكلف من قبل مجلس النواب، من يسوق بأن هذه حكومة الأمر الواقع وحكومة القوى المتداخلة في الأزمة الليبية، وبالتالي هي فعلا تمثل حكومة الاستقرار. هل صحيح ما يذهبون إليه بالنظر لكل هذا التداخل؟ وهل التقارب المصري التركي، التركي الإماراتي، القطري المصري، كل ذلك سيلقي بانعكاساته على هذه الحكومة، أم أن الأمر ليس بالصورة المتخيلة؟ لسيما وإن أخذنا بعين الاعتبار ما صرح به الرئيس التركي في المدة الماضية من أن ليس من صالح ليبيا إقرار حكومة في مدة وجيزة، والأصلح للليبيين هو الذهاب لعملية انتخابية. هو سيد محمد، هو في تحديات ولا في تحديات استلام سيد بشاغة؟ أحد التحديات الكبيرة هو اعتراف الدولي، هل المجتمع الدولي سيعترف بسيد بشاغة كرئيس وزراء للحكومة الجديدة أم سيثبت السيد عبد الحميد دبيبة؟ هذا الجانب. الاعتراف الثاني اعتراف الأمم المتحدة، هل الأمم المتحدة ستتعامل مع سيد بشاغة على أنه رئيس الوزراء الشرعي أم ستثبت السيد دبيبة؟ النقطة الأخرى مهمة في تقديري أيضا، الصديق الكبير اللي يمتلك الخزنة الفلوس، هل سيعترف بسيد بشاغة؟ الاثنين أولاد عمه، الاثنين من مصراته، فهي بيعترف بمن؟ بيعترف بدبيبة، بيستمر بدبيبة، بيحول اعترافها للسيد بشاغة. الجانب الآخر في تقديري، التحدي قدام السيد بشاغة هو في تقديري، قبل أن تجتاز هذه النقطة سيد هيبة اسمح لي، من تبع لمن؟ أو أي الفواعل هي التي ستنعكس على الأخرى بالإيجاب أو السلب؟ الاحتراف الدولي ويعني اعترافها بحكومة بشاغة من عدمه، أم التعاطي المحلي وتفاعل القوى المحلية وقوى الأمر الواقع والقوى المسلحة في ليبيا مع الحكومة هو الذي سيؤثر في الموقف الدولي؟ لا، الاعتراف الدولي أكثر أهمية وأكثر قوة من التفاعل الداخلي. أنا أعتقد إذا حدث اعتراف دولي، من هو يعارض هذه الحكومة سوف يجبر على تغيير رأيه والالتزام والتعامل مع هذه الحكومة الجديدة. نعم. التحدي الكبير اللي ممكن الآن يواجه السيد بشاغة في تقديري هو محاولة إقناع الجماعات المسلحة الموجودة داخل طرابلس اللي أصبح لها أجنحة سياسية داخل طرابلس، وأجنحة لجماعات تمثل تيار مدني، ولا جماعات تمثل أحزاب سياسية غير معلنة، أو قبائل أو جهات أو مناطق، لإقناعها للموافقة على عمل هذه الحكومة. أنا أعتقد أن هذا تحدي كبير، وأنا أعتقد السيد بشاغة حتى الآن تمكن من إقناع جزء مهم من هذه الجماعات، ولكن لا يزال هناك انقسام. ولكن في تقديري إذا حصل الاعتراف الدولي واعتراف الأمم المتحدة، وأيضا تحصل على يعني تحالف مع السيد الصديق الكبير أو التزام السيد الصديق الكبير باعتراف به، أنا أعتقد أن بقية هي عملية تحصيل حاصل. هل هذه الحكومة حدثت نتيجة توافقات إقليمية ودولية؟ نعم، التقاربات بين هذه الدول كان لها أثر إيجابي كبير على خلق نوع من السلم الأهلي داخل ليبيا، اللي هيئ المناخ
لانتخاب هذه الحكومة. الفرق هو ما بين حكومة بيبا وما بين حكومة الباشا آغا، ونعتقد أن هذا التطور إيجابي كبير علينا نفكر فيه بجدية. أن السيدة بيبا جاء نتيجة اتفاق سياسي، نتيجة خلاف الليبيين وعدم قدرتهم على انتخاب حكومة، فبالتالي ذهب الليبيين بمساعدة الأمم المتحدة إلى جنيف وانتخبوا السيدة بيبا بطريقة غير مباشرة من قبل هيئة اختارتها الأمم المتحدة. السيد باشا آغا يختلف، السيد باشا آغا تم اختياره وتم انتخابه من قبل البرلمان، بغض النظر عن الجدل الحادث عن شرعية البرلمان، شرعية مجلس أعلى الدولة، انتهاء مددهم، هذا هو ما موجود، هذا الواقع، لكن تم انتخابه من قبل البرلمان، يعني أن الرجل يمثل شرعية الشعب الليبي اليوم، وبالتالي جاء هذا الرجل نتيجة قدرة الأطراف المتناحرة والمتصارعة أن تجلس على طاولة الحوار وتتحاور، وهي أول مرة تحدث، ويتوافق الليبيين، خلينا نسميه بغض النظر عن التدخلات حتى مع الأخذ في الاعتبار موقف الأعلى للدولة الأخير وتصويته على عدم تصديقه على ما تقدم به النواب. هو للأسف شديد المجلس الأعلى للدولة منذ أن أسس حتى اليوم هو زي مسمار جحا، هو دائما يضع العصي في الدواليب، كل ما تذهب البلاد نحو نوع من الاستقرار، نحو من التقارب بين الليبيين، يحاول أن المجلس الأعلى للدولة أن يضع العصي في الدواليب، ويحاول يمنع يعني دحرجة هذه العجلة إلى الأمام إلى السلم، وبالتالي المجلس الأعلى للدولة هو فقط مجلس تعطيلي، يجب نسميه مجلس تعطيلي ليس أكثر، لا يرغب في ذهاب الدولة الليبية إلى الاستقرار، وإنما يرغب فقط في البقاء في السلطة، وهذا بالتالي ينسف ما تقدمت به في مقدمة مداخلتك من أن توافق ليبي ليبي. لا، التوافق الليبي هو حدث ما بين أطراف متناحرة، مثلا السيد حفتر والسيد باشا آغا في يوم من الأيام كانوا يقاتلون على جبهات مختلفة مثلا، ولا اليوم السيد باشا آغا والسيد معتيق ذهبوا إلى بنغازي، ذهبوا إلى مجلس النواب، وبالتالي هناك قبول من السيد حفتر من السيد عقيلة بأن يكلف السيد باشا آغا مثلا بتولي السلطة. أنا أعتقد أن هذا الحوار الدائر، بل حتى المؤشر الآخر سيد محمد المهم داخل البرلمان، عندما تم تصويت السيد باشا آغا حصل على أغلبية كويسة، يعني هذا يعطيك انطباع أن فيه حوار داخل الليبيين ما بين الليبيين، وبالتالي طيب هناك نوع من اسمح لي أن أحيل هذه النقطة تطور من الإيجابي هذا في هذا الاتجاه، للسيد أعتقد أن هذا عنصر إيجابي يجب أن نبني عليه. نعم، للسيد محمد بوسير. سيد محمد، هل فعلا أن هذه الحكومة اليوم حكومة باشا آغا المصدق عليها من قبل مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح، هل هي فعلا حكومة توافقات محلية ودولية وجاءت نتيجة أيضا توافقات محلية في نهاية المطاف وتعبر عن الشرعية الليبية على اعتبار أن من جاء بها هو مجلس النواب؟ أستاذ محمد، هذا يعني هذا الكلام بعيد عن الواقع. هذه الحكومة هي عقد قران أجري في مصر على يد المأذون المصري، وجاءوا إلى مجلس النواب وعقدت جلسة، السيد باش آغا قبل منهم أن هم ينجحوا في جلسة تنتابها شكوك، ما حدش يعرف عدد الحاضرين. السيد إسماعيل الشتاوي الذي كان مرشحا مهما منع من دخول ليبيا حتى لا يحضر ولا يرشح نفسه. السيد البيباص أعلن أنه لم ينسحب. إذا نحن لدينا شخص تم اختياره في جلسة على الأقل تحيطها كثير من الشكوك، وتحيطها كثير من الشكوك بعد اتفاق تم في القاهرة، ولذلك لما تم الإعلان عن باش آغا دولتين، واحدة علنا واحدة سرا. جمهورية مصر العربية أصدرت بيان من الخارجية ترحب بما حدث وتدعو ألا يتدخل أي طرف أجنبي، يعني ده البيبي بتاع الزواج هذا خلوه ما حدش يقربه. في نفس الوقت الفرنسيون أقاموا احتفالا في سفارتهم في تونس احتفالا بهذا، وجعلوا بينهم ولكن وصل التحالف بتاعهم متحالف توتال انرجي الى ان يتولى السلطه في ليبيا. انا اتحمل مسؤوليه هذا الكلام امام اي حد، امام حتى المحاكم الفرنسيه. لما نجو هنا نقولوا هذا وحده وطنيه، لا صحيح، مش صحيح. اللي حدث ان السيد باش آغا ذهب الى حفتر واستسمح وجلس في مكان اوطى منا، والاخر فوق منا النسر بتاع القياده العامه، والآن لما يشكل في الحكومة يجب أن كل اللي يجوا من الشرق يكونوا بموافقة السيد بلقاسم حفتر. أنا ما عنديش مانع على أن يوافق بلقاسم حفتر، ولكن أن يكون هذا العمل علنا حتى نعرف أن المشاورات الحكومية تنتهي عند السيد بلقاسم حفتر. هل هذا يعني أن السيد باش آغا عندما يقدم الحكومة يوم الاثنين سنرى حكومة من عناصر وطنية قادرة متقشفة ستعمل 8 أيام في الأسبوع
و27 ساعة في اليوم، ولا سنرى حكومة محاصصة فيها ناس متهمة بشكوك الفساد، وفيها ناس معروف عليها أنها تحصل على هذه المناصب لاسترضاء عشائرها أو قبائلها أو لتحقيق مصالح مالية. وهنا الشعب الليبي الذي سيحكم. إذا كنا نحن أمام فعلا تجربة جادة نتمناها الجميع، أن يكون لدينا دولة في ليبيا فيها حكومة جيدة، وهذا لا يعني تزكيتي لحكومة دبيبة. ثم أضيف لك شيء أخير، السيد القادري يتحدث على تركيا، أنا أتفق معه تماما. تركيا هو المارد اللي مجمعز في طرابلس، اللي ما يقدرش حد يحرك حاجة في طرابلس إلا إذا وافق هو. اليوم التقى السيد حميد دبيبة بأردوغان، وأكد له أردوغان أنه غير قابل لفكرة حكومة تستطيع أنها تفعل كذا وكذا وكذا، وأنا مسؤول على هذه المعلومة اليوم. نعم، أشكرك شكرا جزيلا الكاتب والباحث السياسي محمد بويسير، كنت معنا ضيفا عبر خدمة سكايب من تكساس. الشكر موصول لضيفي السيد إبراهيم هيبة، أشكرك شكرا جزيلا، وأيضا أشكر ضيفي السيد صلاح القادري الذي صاحبني هو الآخر عبر الأقمار الصناعية من باريس. إلى هنا وصلنا وإياكم مشاهدينا إلى ختام هذه الحوارية من ليلتنا، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، دمتم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم.